مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم أكلات خفيفة ولذيذة واقتصادية 100% على قد إيديكم وعلى قد جيوبكم وعلى مزاجكم. مشهورة جدا في الشوارع بالبيتزا والكريب. الكريب هنعمل منه الحلو الحادق في عجينة واحدة من غير لعبكة ومن غير حاجة عاملة، إن شاء الله كتير هيكون سهلة. وهنعمل بيتزاية بسيطة كده صغيرة، احنا شرحناها قبل كده بس عشان السادة المشاهدين الجمال على قلوبنا طلبوها مننا عملناها في الكريب، هنعملها معاكم. وهنعمل معانا الحلو زنود الست من فرنسا لبغداد لمصر. تعالوا نعمل التركة الجميلة في الكريب بتاعنا. وأول ما نبدأ نقول بسم الله على بركة الله. أول حاجة معايا 2.5 كوبايتين من الدقيق، ومعايا 4 كوبايات من الحليب. هعملها يدوي وحضرتك ممكن تعمليها في الخلاط، بيبقى ممتازه و100% يعني يدوي. انا هعملها قدام حضرتك اهو، قدام حضراتكم هنعملها اليدوي. وهنعملها 4 كوبايات دقيق، 4 كوبايات حليب، 2.5 كوبايات من الدقيق مع بعضيها اهي، 4 بيضات. سهله جدا وبسيطه، مش هكتر السكر ولا هكتر الملح عشان اختار عجنتين الكريب الحلو الحادق. لو انت حضرتك عايزه تعمليه حلو بس هتزود السكر، لو عايزه تعمليه حادق شويه هتقلل السكر ونسبه الملح هتكون خفيفه. تاني حاجه هنبدا بسنه ملح بسيطه خالص، رشه ملح بسيطه خالص اهو، ومعلقه سكر. سكر فين؟ معلقه سكر زي ما احنا شايفين اهو، حاجه بسيطه خالص وسهله. بعد كده بالمضرب، مضرب السلك، بالمضرب السلك، بالمضرب، بالمضرب السلك والمقادير قدام حضرتك على الهواء اهو. حطينا الحليب، حطينا البيض، حطينا الملح، وحطينا السكر. بعد كده هضرب كويس جدا بسم الله على بركه الله الدقيق مع الحليب مع البيض، واديها تقليبه جامده على طول سريعه زي ما اتفقنا. لو حضرتك عايزه تعمليها في الخلاط اعمليها في الخلاط، هتطلع معاك حرير على طول اهو. والمقادير على الشاشه قدام حضرتكم على طول، ممكن تصوروها. حاجات سهله جدا وبسيطه، وفي نفس التوقيت ما بتاخدش معايا حاجات، ما بتاخدش معايا وقت كتير. بعد كده بصفيها، بصفيها عشان لو فيها اي كتل او اي حاجه تطلع معايا زي ما احنا شايفين اهو بسم الله. بعد ما قلبناها كويس، بعد ما قلبناها كويس ضربنا الحليب مع البيض مع معلقه السكر مع رشه الملح. هات معلقه بسم الله، اصفيها كويس عشان انا عايز العجين بتاعي يكون حرير ما فيهوش كتل، اي كتل خالص نهائي. بعد كده بغطيها 10 دقائق بالظبط، وابدا اشتغل 10 دقائق او ربع ساعه زي ما انتم عايزين، مفيش اي مشاكل. هغطيها واركنها على جنب 10 دقائق. انا عجن طبعا العجينه على طول قبل الهواء مباشر، قبليها ب 10 دقائق. الطاسه بتاعتي يكون على نار عالية طبعا، ليها الجريل بتاعها، فطبعا ما عندناش، معظم البيوت ما عندهمش الجريل بتاع الكريب. فالطاسة أهم حاجة، الطاسة ما تكونش تلزق معايا أي في أي عجينة أو في أي حاجة، يكون على نار حامية. بدهنها أول مرة مادة دهنية، زيت أو سمن. بعد كده بصفيها خالص زي ما احنا شايفين أهو، وأنزل أقول بسم الله على بركة الله، أقلب العجين بتاعي وأنزل بسم الله بالكريب. خفيف، حاجة خفيفة وبسيطة، وأسيبه حوالي دقيقة. هنشوفه مع حضراتكم واحدة واحدة، بنمشي معاكم بكل الخطوات بسهلة وبسيطة. وأبدأ أنزل في القلاية بتاعتي التانية أو الطاسة بتاعتي التانية إيه؟ نفس الطريقة، أقلب واسيبها دقيقه. النار يكون نار عاليه، يكون نار عاليه عليها، ما تخافيش خالص عليها، هنشوفها دلوقتي. يلا بقى نحضر الحشوه بتاعتها. الحشوه كتير مختلفين براحتكم زي ما انتوا عايزين اعملوها،
بأي حشوات تحبوها، بصلة بس لازم يعني واحد عدد من البصل ومعلقة من الزيت أو من السمن، وبسم الله على بركة الله أبدأ أقطع البصلة بتاعتي بالراحة واحدة واحدة أهو، مكعبات صغيرة خالص. اللي عايز يحط فلفل، اللي عايز يحط بطاطس، اللي عايز يحشي أي حشوات، كل حاجة على حسب مزاجكم. هنعملها بالطريقة بكذا طريقة، وهنعمل الحلو فيها بالقشطة وبالشوكولاتة وبالمربات، هنشوفها قدام حضراتكم دلوقتي حالا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ممكن حضرتك تقسم نص المقادير، بسم الله ننزل بالبصلة عشان اعمل لها حشوة. بعد كده نص كيلو من صدور الفراخ، لحمة مفرومة مفيش مشاكل، سوسيس مفيش مشاكل، اي حشوة تحبوها اعملوها بنفس التركة هتطلع معاكم مظبوطة 100%. نص كيلو من صدور الفراخ متقطع شرايح او مكعبات صغيرة خالص، وننزل بيها ونشوف الكريب بتاعنا. دي واحدة يا محمد، سيبها سيبها. الكريب بتاعنا من على الحروف، لو المخرج الجميل الكاميرات بتاعتنا الجميلة اهي، الحروف بتاعتنا بدأت تنشف وتاخد اللون الأحمر الذهبي. أبدأ أقلب الكريب بسهولة جدا وبالراحة، بسم الله. بنعلمها أو بالطريقة بتركة بسيطة وسهلة، أي بيت أو أي حد يقدر يعملها. نقلبها بسم الله، أوعى لحسن ترجع عليك تاني. نفس النظام نفس الطريقة، الكريب بتاعنا يطلع سهل وبسيط. ما تقلبهاش طبعا، لازم حد يبقى محترف، بدل ما تيجي فيكم احنا مش عايزين الكلام ده خالص. تتقلب عادي وسهلة وبسيطة. وادي الصدور الجميلة، هننزل عليها بالفلفل الأخضر الأحمر الأصفر اختياري على حسب الرغبة. احنا علينا العجينة وانتوا عليكم التشكيل أو الطعم زي ما انتوا عايزين، بتركات اللي انتوا تحبوها اعملوها. ما تحرموش الأطفال الجمال وحبايبنا الكبار من أي حاجة. المطبخ محتوياته وموسوعته كبيرة جدا جدا، لازم نحتويه بكل حاجة، بس أهم حاجة بإمكانيات بسيطة. مشهورة جدا إن أكلات الشوارع كتير كتير في الكريبات والبيتزات، فإحنا بنجيبها لكم أي حاجة مبسطة بتمن بسيط وسهل ننزل بيها أو بنعملها لكم. بعد كده شوية توابل الجمال، فلفل الأسمر، حبهان، ورق اللوري، جوزة الطيب، والكريب بتاعنا طلع. نبدأ نشتغل بسم الله عشان نشوف الحشوات بتاعته على طول. نخلصها نعمل واحدة تانية، وعلى الفراخ نحط شوية من الزيتون. فين الزيتون يا محمد؟ تسلم ايدك. شوية من الزيتون الأخضر والأسمر زي ما انتوا عايزين، زي ما تحبوا زي ما اتفقنا، وشوية توابل جمال تاني، ومعلقة من الملح. ربنا يكفينا شر الأبيضين، الملح والسكر. معلقة من الملح هتبل الحاجة بتاعتي، والقلاية بتاعتي طبعا أو الطاسة بتاعتي تسخن جامد من غير المرة دي، من غير زيت ولا أي حاجة خالص. حطينا الملح وحطينا الزيتون، حطينا البصل، حطينا الفلفل. عايزين تحطوا خضرة مفيش أي مشاكل، ضيفوا الخضرة براحتكم خالص. نصب كمان واحدة للكريباية الجميلة. متوسط العجين بيطلع معايا، ولا هو حلو ولا حادق، عشان أشكل فيه زي ما أنا عايز. بيعتبر من المعجنات للبانكيك فرنسية، فرنسية الأصل. إن شاء الله هنعمل البانكيك برضو قريب مع حضراتكم بحاجة بسيطة خالص وسهلة بنعملها. ونجيب كل حاجة بإذن الله تيجي معاكم. وآدي التانية كريباية الجميلة بسم الله. العجينة بتقول لنفسها احشي زي ما انتوا عايزين. نبدأ في الحشوات الحلوة والحادق.
ادي الفراخ عملناها تستوي معانا، لازم تستوي، هتاخد 10 دقايق بالظبط او 5 دقايق، ما بتاخدش كتير يعني وقت كتير لحد ما نخلص الكريب بتاعنا. السكر لحد ما نخلص بتاع الكريب بتاعنا. تعالوا بقى نعمل عجينة البيتزا عشان تاخد نفس الحشوات او نفس الخلطات بتاعتنا معاها. معجنة، تمام، عجينة. هنعمل عجينة البيتزا على طول عشان الوقت بتاعنا ما يسرقناش. ادي الكريبة التانية. عجينة البيتزا هنعملها بطريقة بسيطة، كوبايتين من الحليب او كوباية من الحليب دافية، معلقة من السكر، رشة ملح. دايما المعجنات عامة تاخد نفس التريكات او نفس الحاجات بطريقة بسيطة وسهلة جدا. 1 عدد من البيض، معلقتين من زيت الزيتون، والمقادير قدام حضرتك على الهواء اهو، معلقتين من زيت الزيتون، ونقلب المضرب يا محمد، ونقلب المقادير، السكر مع الملح مع الحليب مع البيض، معلقه من الخميره الجافه، ما عنديش خميره جافه، تستخدم الخميره العاديه جدا ما فيش اي مشاكل، بتاخد وقت شويه بس عادي. نقلبها. عايزين نحط زعتر، عايزين نحط اي ماده من الحبهان للعجين، تطلع طعمها جميل جدا وممتاز. بعد كده بضيف الدقيق بتاعي لحد ما تاخد، تدي معايا حاجه لينه، هي بتاخد حوالي 3 كوبايات من الدقيق، ونقلب كويس. بسم الله. برضو ما ننساش الكريب اللي على النار. اليوم النهارده معجنات معجنات. بسم الله. هقلبها اهو، سهلة جدا، بداية بسيطة جدا وسهلة. ونعجن في العجينة البيتزا بتاعتنا الحليب مع الخميرة مع السكر مع الملح مع البيض مع معلقتين زيت الزيتون ومكان الكريب. عجينها لازم تاخد عجينة تكون عجينة لينة. دقيقة. بسم الله. كوبايتين الحليب او كوباية الحليب بتاخد 2 كوباية من الدقيق، 2 كوباية الحليب ياخدوا 4 كوبايات من الدقيق. حاجات سهلة وبسيطة ما بتاخدش وقت وسريعة جدا. حط السوسيس عشان ناخد الحشوات كلها. اعجن العجينة كويس جدا يبقى عجينة ملمس ناعم معايا، وهسيبها تختمر حوالي 10 دقايق. العجينة بتاعتي ملمس ناعم، مش ينفع هغطيها 10 دقايق بالظبط، واطلع العجينة اللي انا عاملها على طول. طلع العجينة دي. الحشو بتاعي التاني هيكون السوسيس، هنعملها برضو ما قدامكم. وعملنا القشطة، وادي عجينة البيتزا بالملمس بتاعها الناعم. هتصج يا محمد بارز. قطع لي بصل، قطع لي بصل. باخدها على الصاج، اي صاج فرن اي صينية، وافردها بايدي او بالنشابة، اي حاجة عندكم ما تقفوش عليها سهلة. بسم الله. وهننزل برضو على السوسيس بالبصل والفلفل والزيتون، نفس التشكيلات اللي احنا عملناها مع الفراخ هتطلع معانا. نعمل صور صغير بسيط للصينية بتاعتي،
عشان احجز الحشوات بتاعتي كامله. العجينه لازم يكون ملمسها ناعم ونخدمها كويس جدا عشان تطلع معاكي وترتاح حوالي ربع ساعه. بعد كده بعمل لها الصلصه بتاعتها، وهي عباره عن 3 فصوص من الثوم، 3 حبايات من الطماطم، بنضربهم في الخلاط مع الثوم وبننزلهم تتسبك او تنشف الميه بتاعتها، تطلع معاكي كويسه جدا وممتازه. ممكن تحط عليها كاتشب برضو مفيش اي مشاكل. وننزل بيها الصلصه الجميله. بسم الله. نزلنا بالصلصه بعد ما عجننا العجينه وارتاحت حوالي 10 دقائق او ربع ساعه على حسب درجه حراره الغرفه عند حضرتك. وبعد كده عملنا لها الصلصه الثوم والطماطم. عايزين تحطوا فلفل معاها وتضربوها في الخلاط مفيش اي مشاكل، بيبقى سريعه وسهله جدا ما بتاخدش وقت كتير. بعد كده بشكل بالزيتون، هنزل بزيتون وانزل هنعملها بالفراخ النهارده. هضيف الفراخ بتاعتي خلصت كده زي ما احنا شايفين اهو. بسم الله. هضيف عليها الفراخ عشان ادخلها الفرن وتطلع مع الكريب على طول سريعه. عملناها حاجة بسيطة جدا، بتزاي بسيطة، بتزاي بسيطة. بعد كده بقطع لها شوية ترنشات من البصل، شوية ترنشات من البصل. بسم الله. شوية حلقات بصل، شوية حلقات طماطم، شكلوا جملوا. العين بتاكل قبل اي حاجه خالص، لازم نبدع في مطبخنا باقل امكانيات وباحسن باحسن طعم. شويه طماطم ترنشات صغيره بسيطه عشان تديني التست العالي وتدي الشكل الجميل. بيتزا عاملاها في البيت حجم كبير بكوبايتين او 3 كوبايات من الدقيق او نص كيلو من الدقيق. تركيبتنا كلها مع الكريب والحلو الحادق والبيتزا هيكونوا اقل من كيلو دقيق او كيلو الدقيق، اشكل بيه زي ما انا عايز. هنزل بالفلفل بعد ما نزلت بالزيتون، ونزلت بالفراخ. بعد كده الجبنه الموتزاريلا ما اقولهاش عليها من فوق الا لما تستوي. تمام. وادي البيتزا الجميله بالشكل بتاعها، هندخلها الفرن اما تشوفوها. بسم الله. بعد كده اجيب الكريب بتاعي، هنزل الاول بالبصله على السوسيس، وانزل بالفلفل الوان اخضر احمر اصفر، شكله طعمه زي ما انتوا عايزين اللي تحبوه. انزل بالفلفل وانزل بالزيتون وشويه من التوابل. هندخلها حوالي 10 دقائق بالظبط، 10 دقائق في الفرن. بعد كده هنحشي مع حضراتكم الكريب حاجه بسيطه خالص هنوريها لكم قبل ما نطلع الفاصل. الكريبات بتاعتي اهي، هناخد حته حاجه بسيطه منها. بسم الله. من الفراخ، لو عايزين تحطوا جبنه مفيش اي مشاكل. شويه من الخس، الخضره، شويه من الكاتشب بسيط، وشويه من المايونيز. بعد كده بقى اطبق الكريب بتاعي، هعمله سندوتش كريب هتعمل يطلع بطعم جميل جدا ولذيذ. عايزين تحطوا جبنه فيها مفيش اي مشاكل. نفس التطبيق، واحده بعد كده الثانيه، واركنها على جنب هوريها لكم بعد الفصل على طول. الثانيه واحده ثانيه مع حضراتكم. هنجيب شويه من الفراخ، الخاصه يا محمد
وشويه من الكاتشب على حسب اختياركم وعلى حسب تذوقكم في مطبخكم. احنا عملنا العجينه وانتوا عليكم الحشوات اللي تحبوها، ما تكتفوش نفسكم على حشوه معينه او على حاجه معينه، شويه من الكاتشب، انا ما بحبش الكاتشب اختار اي حاجه تاني او اي حشوه تاني، واجيب شويه من الخس الجميل. هنطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم تاني على طول. ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد ما عملنا الكريب الحادق، تعالوا نخش الحلو عشان زي ما اتفقنا الحشوات اللي انتوا تحبوها بتعملوها مفيش اي مشاكل. بعد كده تعالى نعمل الكريب الحلو بنفس العجينه وبنفس الحاجه اللي احنا عملناها، هنحشيها حلو. مربى فين المربى؟ زي ما هو. هنحشيها مربى وشوكليت. مربى. يا ولاد الذين. قبل ما نطلع الهوا عملناها الحشوه او عملنا الكريب بتاعنا، ضفنا حوالي معلقه من الزبده على القلايه بتاعتنا ونزلناها على القفل بتاعنا، القفل اللي هو موجود في اسفل اللي احنا قفلنا بيها زي ما احنا شايفين اهو، عشان يقفل معايا الكريب مظبوط ويطلع سندوتش مظبوط 100%. هنقفله هنطلعه دلوقتي، طلعه يا محمد بعد اذنك. بعد كده تعالى نخش على الحلو بتاعنا، ندهن معلقه من مربة الفراوله او اي مربات انتوا تحبوها. بعد كده جايبين لها قشطه والموز عشان ندلع الكريب بتاعنا بقى ونعمله حاجه وصايه 100%. عملنا القشطه هتنفع معانا لزنود الست، وهي عباره عن ثلاث معالق من النشا على نص كيلو من الحليب على معلقتين او كوبايتين من الكريم اللباني او الكريم سكينه يا محمد الكريم اللباني او كريم الطهي. هنقطع الموز في الكريب بتاعنا الحشو، الحاجات الجميله بالريحه الحلوه، سندوتشات بتبان مع الكريب الجميل الخفيف معمول بطريقه صحيه ومفيدة. مفيش معلقة. وادي القشطة بتاعتنا الجميلة معاها. امسك المعلقة دي بعد اذنك يا محمد. ونبدأ نقفل نفس الطريقة اللي احنا قفلنا بيها في الأولى. ونجيب قلاية تانية صغيرة يا محمد بعد اذنك. عشان نخش على الحلو. نفس القفل نفس النظام. حاجة بسيطة مجرد ان هي تقفل معايا. شكرا. سنة صغيرة يا محمد بعد اذنك. هنعمل اتنين. بسم الله. نفس النظام. اول حاجة بجيب الكريب بتاعي بالمربة فراولة او مربة مانجا. اي مربة تحبوها. وديها وش مربة مع الكريب. وما ننساش البيتزا يا محمد عشان نطلعهم للناس. قدام المشاهدين احلى مشاهدين. بعد كده يحط معلقه من القشطه. حاجه بسيطه. بعد كده بجيب موز احشيها. تطلع طعمها جميله جدا من ضمن الحلويات الحلوه. بسم الله. اقطع الموز مع القشطه مع المربى مع الكريب. تدي معاكم طعم جميل. انا عايزها في طبق واحد بس لوحدها. ده تطلع لوحدها في طبق ماشي عشان نحط عليها صوص الشوكولاته تطلع معاك جميل. بعد كده نقفلها زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. بسم الله. واحده اتنين. نقفل الكريبايه بتاعتنا جميله كويس بنفس النظام. يا دوب مجرد ان هي تقفل القفل واروح حاطط لها على القلايه بتاعتي نفس الطريقه ونفس التركه. بعد كده بصوص الشوكولاته واعملها. بصوص الشوكولاته. بسم الله. استاذ ضاحي السلام عليكم. الو السلام عليكم استاذ ضاحي. وعليكم السلام. مرحب مرحب. منور والله يا معلم الكبير والله. الله يحفظك يا عم ضاحي. الله يديك الصحه. عجبانه جدا.
تسلم لي تسلم لي. لا نور والله شغل كبير والله. الله يبارك لك يا عم ضاحي، الله يديك الصحة، تفضل معانا. الله يخليك والشغل تمام. تسلم لي يا عم ضاحي، الله يحفظك، تسلم لي. أي سؤال عندك يا عم ضاحي؟ عم ضاحي شكرا لاتصالك يا عم ضاحي، وراجع معانا على طول تاني. زي ما انت سكينة. تسلم ايدي. نشكل فيها زي ما احنا عايزين، شاكرين ليك يا عم ضاحي. ونبدأ نعمل طبق بتشكيلة حلوة ومنظر حلو وطعم جميل. مش هنقول ان هي سوقي، لكن استخدام حاجة بيتي ممتازة نقدر نعملها. حاج فوزي السلام عليكم. جزاك الله بركاته، الله ينور عليك يا شيخ. وعليك يا عم الحاج الله يحفظك. والله حاجاتك النهارده جميلة جدا. الله يا عم الحاج انت اللي عسل والله العظيم. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. حلو بقى عظيم الحلو في الاخر، حلو بقى ان شاء الله. الحلو هنعمل لك زنود الست على طول يا حاج. عينينا حاضر، حلو هنعمل لك على طول حالا اهو. حاضر يا حاج. الله ينور عليك والله. تسلم لي. عندك اي سؤال يا عم الحاج؟ والله شايف ان يعني بهنيك على الحاجات اللي انت عملها النهارده. تسلم لي يا عم الحاج والله، من ذوقك من ذوقك يا عم الحاج. تسلم لي، ربنا يحفظك. تسلم لي جدا جدا النهارده والله. تسلم تسلم يا عم الحاج، الله يبارك لك، الله يبارك لك. يلا ماشي يا حبيبي. تسلم تسلم يا عم الحاج، ربنا يحفظك يا رب ويزيدك يا رب ويبارك لنا فيك. متشكرين اتصالك يا عم الحاج. بعد كده بنتشكل بصوص الشوكولاته زي ما احنا بصوص الشوكولاته شرحناها قبل كده، بس هنشرحه تاني. 50 جرام من الشوكولاته، معلقه من الزبده، معلقه من السكر، شويه خفيفه من الحليب، وبنحطها على نار هاديه مع معلقه عسل جلوكوز عشان يدي اللمعه بتاعتي الصحيحه. ان شاء الله يبقى لينا تريكات في الحلويات والحاجات الجميله. شكرا، سيبوها ونشكل. الو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. استاذه ايمان مرحب. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذه ايمان، مرحب بيكي. اهلا بيك. تسلمي. بسأل حضرتك عن المستكه اللي بتبقى موجوده في السوبر ماركت، مكتوب مستكه تركي. تمام. يعني دي نجيبها ولا نجيب من العطار؟ والله يا جربيها، ما في سوبر ماركت بيبقى موثق عليها الحاجات الجميله في العطور والحاجات المواد العطريه بيبقى كويسه وبيبقى مظبوطه. انا عن نفسي لما اجي اجرب الحاجه بجرب بحاجه بسيطه، اجيب بحاجه بسيطه. بعد كده لو ما عجبتنيش والله لو من اي سوبر ماركت او من اي حته مش هجيب منه خلاص. يعني انا ما يشترطش ان انا اجيب منين. انت جربيها. أي يعني حاجة تجربيها هتبقى أكتر من نوع يعني للمستكة؟ غير المستكة التركي فيه يعني مصري ولا مش هو في كتير، في كتير والمصري ممتاز. المصري حلو برضه يعني، المستكة المصري حلو. طيب سؤال تاني حضرتك، الزعتر بقى يعني أنا جبته من السوبر ماركت وما كانش حلو، وجبته برضه من عطار ما كانش حلو. ما تجيبيش منه، ما تجيبيش من الزعتر أي حتة جرب فيها. في أماكن بيبقى موثوق منها في الحاجات الحلوة، في أماكن بيبقى موثوق يعني الحاجات فيها كويسة ومظبوطة 100% بيبقى اجيب منها. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده، هاتي الحاجه بسيطه بحاجه بسيطه يعني بامكانيات بسيطه، بعد كده بجربها. لو ما لو لو عجبتني خير وبركه، ما عجبتنيش خلاص مش هجيبها، يبقى مفيش اي مشاكل. اي امر تاني يسال تاني. شكرا لحضرتك. تسلمين لي، ربنا يحفظك، ربنا يزيدك. شكرا لاتصالك. امسح معانا الحاجات دي. بعد كده خلصنا الكريب، خلصنا الحلو والحادق بكل الحشوات وبكل الخطوات، سهله وبسيطه. هنبدا نعمل زنود الست. زنود الست اصلها بغدادي او من بغداد، هي اصلها بغداد. يبقى عملنا الحاجات الاكلات الفرنسيه مع البغداد مع الاكله المصريه بتركات بسيطه وسهله. تعالى نعمل زنود الست بالقشطه، وهي عباره عن نص كيلو جلاش من الجلاش. فين الجلاش يا محمد؟ مؤشر. سلام عليكم. الو سلام عليكم. مؤشر سلام عليكم. سلام عليكم. ورق البقلاوه يا ست الكل اهو، اللي هو الجلاش استخدمناه كذا مره. تسلم يا ست الكل، تسلمي. يسلم عينك وايديك يا حبيبي. تسلم يا ست الكل، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك لينا يا رب ويزيدك ويديك الصحه. لا جميله والله، بنعملها جميل. ها تسلم يا حاجه، تسلم الله يحفظك، تسلمي الله يبارك لك. امسح بقى الحاجات دي. اي سؤال عندك يا حاجه؟ شكرا يا ست الكل، وخليكي معانا صديقه البرنامج. بعد كده بنقطعها بالطول عشان الوقت ما يسرقناش، ونشوف البيتزا اللي في الفرن يا محمد. هنقطعها طولي الجلاش طبعا عشان ما ينشفش معانا، لازم نغطيه كويس. بجيب ورقتين منديل، بجيب ورقتين من ورق الجلاش، وبعمل القشطه بتاعتي وهي عباره عن
زي ما قلت لحضراتكم ثلاث معالق من النشا مع نص كيلو من الحليب، باخد شويه من الحليب وادوب فيهم النشا وبنزل بالحليب يسخن مني، يسخن او يغلى يغلي، بعد كده بنزل بالنشا عليها تدريج لحد ما بحصل على القوام زي ما احنا شايفين اهو اللي احنا حشينا بيه الكريب. ويلا نعمل زنود الست، ورق البقلاوه او ورق الجلاش الجاهز سهل جدا وبسيط. باخد قطعه صغيره خالص، حته صغيره، عايزين تحطوا مكسرات مفيش مشاكل، لكن هي مشهوره جدا بالقشطه. امه الله السلام عليكم. وبطبقها نفس تطبيق الكريب يا امه الله. تسلم ايدك يا شيف والله. الله يحفظك يا ست الكل، تسلمي. تسلم ايد حضرتك والله بجد، تسلم. يا اكل جميل ما شاء الله عليك. الله يبارك لك، الله يبارك لك، تسلمين. احنا بقى كده نفسنا في الاكل المصري كده يا شيف. عينينا يا ست الكل تحت امرك. نفسنا في الاكل المصري بتاع زمان كده. امورينا، شوفي الاكلات اللي تحبيها ونعملها لك زي ما انت عايزه. ربنا يخليك، شوف لنا انت الاكل المصري اللي يعجبك كده، الباميه واللحمه والملوخيه. عينينا يا ست الكل، عينينا عينينا عينينا، تحت امرك تحت امرك. تسلم عينك. اللي انت عايزاه تحت امرك، انت تؤمر، انت ما عليك اللي انت تؤمره بس. تسلم يا شيخ. اي اكل تحبيه مصري تحت امرك يا ست الكل، تسلمي تسلمي. اي سؤال عندك ولا حاجه تانية؟ ربنا يرضى عني وعنك يا رب. ربنا يبارك فيك يا ست الكل. وما ادير الزنود الست على الهواء على طول مباشر اهو. شكرا يا ست الكل وخليكي معانا صديقه البرنامج. بعد كده بجيب معلقتين من الحليب على معلقه من الدقيق وبقلب زي ما احنا شايفين اهو. زنود الست لازم تتقفل كويس، يا اما احطها في صينيه. صينيه محمد بلزن، صينيه البابريكس، شكرا. صينيه بتاعتي بتاعت الفرن العادي جدا. مساحه محمد، احط لسان البلزن. هنعمل واحده ثانيه وثالثه ورابعه. الو السلام عليكم. استاذه اسماء السلام عليكم. ازيك يا سيدي، عامل ايه؟ مرحب بيك يا، مرحب بيك يا اسماء. منور. تسلمي لي يا غالي، تسلم، الله يحفظك. ينور عليك. تسلم تسلم يا اسماء، الله يحفظك، تسلم بالراحه اهوت يا اسماء. زي ما احنا شايفين اهو مع زنود الست نقفلها كويس. كل مستنيين منك بقى كل جديد ان شاء الله. على خير ان شاء الله، على عينينا على عينينا. ونبدا نرص يا استاذه اسماء، شكرا لاتصالك. بنبدا نرص فيها، نرص في اي صينيه فرن حته بسيطه من، وندخلها على فرن درجه حراره 180، درجه حراره 180 لمده نص ساعه بالظبط. كل ما يكون النار بتاعتي مظبوطه 100%، حتى لو انا ما عنديش، شيلها خالص، لو ما عنديش ترموستات بظبط الفرن قبليها ب 10 دقائق. اي حاجه انا بعملها قبليها ب 10 دقائق بظبط الفرن بتاعي. ماما عايز. السلام عليكم. مو معايا. السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. ازيك يا ام معاذ؟ مرحبا. انا عايز اشكر حضرتك على اكلاتي الجميله. الله يشكرك يا ام معاذ، كله من ذوقك، تسلمي لي. جربنا كباب الحله كان جميل والله، تسلمي لي، دي حاجه شرف لينا والله، وبيرفعنا كتير من الروح المعنويه لينا. شكرا ليك. الو معايا. الرز المعمر. عينينا. حاضر حاضر تحت امرك، حاضر. اي حاجه تحبوها تقولوا لنا عليها واحنا نعملها لكم. الاكلات المصريه، الرز المعمر، الحاجات الجميله، والبيتزا. انزل انزل هنا يا محمد، تعالى تعالى. بيتزا طالعه الريحه بتاعتها معجنات خفيفه وسهله ولذيذه، وفي نفس التوقيت كريحه وطعم، تعمليها في البيت عند حضرتك بيبقى الطعم جميل. بس يا محمد اذن، وحاجه كويسه، تشكيلات بسيطه. شكرا لاتصالك. اسماء، هنعمل زنود الست ونعمل لها العسل بتاعها. هو عباره عن 3 كوبايات من السكر، كوبايتين من الميه، معلقتين من عسل الجلوكوز، معلقتين من العسل الجلوكوز، واسيبها حوالي 10 دقائق بالظبط على النار. واديها عصير ليمونه او ملح الليمون. والشربات بتاعها يبرد وتطلع زنود الست. احنا ممكن نقليها في القلايه عادي، هنعملها دلوقتي من مع قدام حضراتكم برضو عشان نديكم كذا طريقه وكذا حاجه سريعه. ورقتين من الجلاش او البقلاوه سهله جدا، نص كيلو من الجلاش على كيلو من الدقيق، واعمل غدا او عشاء لاطفالنا وكبارنا، شكلي زي ما انتوا عايزين بحاجات بسيطة وسهلة
عشان ما تجوش تيجوا في الاخر تقولوا ان هي مش اكله بسيطه مصريه. اكله بسيطه مصريه سهله جدا ومتنوعه، بننوع معاكم في الاكلات في كل من كل البلاد على قد ايدينا بالتركات المصريه الجميله. الجلاش بتاعي اقطعه بالطول، اقطع محمد، بعد كده بجيب القشطه بتاعتي اللي انا عاملها الجميله، بضيف عليها الكريمه اللباني او القشطه البلدي، بيبقى طعمها لذيذ. اللي عايز يحشي قشطه بس صافي يحشي على حسب امكانياتكم وعلى حسب تكلفتكم. هنسرع عشان الوقت ما يخرجش مننا ونلحق. ننزلها في الفرن تطلع دقيقه محمد بعد اذنك، معلقتين دقيق، تطلع قدام حضراتكم. شكرا للناس اللي بتتصل بينا وبيشجعونا، وشكرا لكل اللي بيثق فينا. ان شاء الله مستمرين معاكم، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يكفينا ويكفيكم شر الامراض، وتبقى بالصحه والسعاده دايما على طول. دي يا محمد السلام عليكم مايمن. السلام عليكم. ازيك يا مايمن؟ مرحب فرشه. منور استاذ سيف ماجد. تسلم يا ام ايمن، تسلمي تسلمي. احنا من اسوان. احسن ناس يا باشا، احسن ناس اهل اسوان. فين الاكل باسوان يا سيف؟ يعني ايه ناليكي يا ام ايمن؟ يعني ايه ناليكي الاسوان واهل اسوان؟ اختاري الاكل اللي أيوة. انت تحبيه. ايوه لازم تعرفونا عايزين ايه. لا ده انت تشرف، انت تقولي، مش احنا عايزين، انت ان عايزينك تؤمري بس يا ام ايمن. احنا عايزين كل بلد اكل، اكلتنا احنا من اسوان طبعا، حاجات طب حلوه في اسوان. قول لنا الاكله، قول لنا الاكله اللي تحبيها واحنا نعملها لك على طول يا ام ايمن. لا احنا بنحب الاكلات كلها، انتوا تفكروا فينا يعني. عينينا يا ست الكل، تحت امرك. الحلقه الجايه ان شاء الله لاحسن ناس في اسوان هيكون ليكم باذن الله ان شاء الله. على عينينا يا ست الكل، على عينينا، تحت امرك. شكرا لاتصالك وخليكي معانا على طول صديقه البرنامج. هنزل هو المكان ده، امسك. هنعملها، حطينا زنود ست في الفرن بالسمن، سمن بلدي. لو ما عنديش سمن بلدي وعايز اعمل تريكات او الريحه السمن البلدي الكويسه في الشربات بتاعي زي ما اتفقنا قبل كده، بعد ما يغلي قبل ما انزل الشربات بدقيقتين اتنين بالظبط، بحط معلقه واحده بس من السمن البلدي، معلقه في الشربات، تعمل معاكي طعم جميل جدا ولذيذ، حاجه حلوه. تعالوا بقى نعمل نقليها. حط القليه على النار يا محمد بعد اذنك، بنفس الطريقه وبنفس التريكه عشان ما تفكش مني، لازم اقفلها كويس جدا عشان ده زيت. وابدا معلقه الدقيق، سنه صغيره بسيطه اهي، جديد ده يا محمد ماشي، وابدا انزل بيها على القفل برضه نفس التكرار، بسم الله. على الزيت يكون زيت، ما يكونش زيت كتير، وبستغل الزيت في اي حاجه تاني، ما بهلكش معايا حاجه خالص، بقدر الامكان بتقدروا تعملوها. بالدقيق سنه صغيره خالص عشان الماده اللاصقه او القفل بتاعي، والف معايا ورقه البقلاوه الجميله، مشهوره جدا في رمضان، بيبقى طعمها لذيذ، طبق جميل. زنود الست هتاخد حوالي 10 دقايق باذن الله وتطلع معانا قبل الهوا عشان نسقيها العسل بتاعها. هناخد برضو ورقتين الجلاش، حته القشطه، نفس النظام. خلصناها الحلو بتاعنا، بسرعة وبسهولة. حلقة كلها معجنات وحلويات عشان برنامجنا حلو وحادق، ومن كل بلد أكلة إن شاء الله هناخد برضو بإذن الله من التركات المصرية. مش هنسيب أي حاجة إلا ما نعملها. موسوعة المطبخ موسوعة كبيرة جدا جدا، وهنلمها لكم في أكلة بسيطة مصرية بكل سفراتها وبكل حلوياتها، حتى العصير ان شاء الله هيبقى ليه حلقات، هنبقى لينا حلقات. احنا بنعرض برضو قدام حضراتكم العصير، هنعمل المخبوزات ونعمل العصاير ونعمل المربات ونعمل كل حاجه تتعمل على قد ما نقدر، هنجيبها وهننفذها عشان احلى مشاهدين لينا ان شاء الله. تعالوا بقى نخش على
التومية عشان نخش على التومية عشان الوقت خلاص كده خلاص عدى الوقت عدى. هات منديل منديل بيتزا والكريب بالسوسات. على اللي مهلك يا محمد تكرم. خد خد يا غالي تسلم ايدك. هنخش على التوميه. هي عباره عن واحد عدد من البطاطس، طلع الخلاط يا محمد بعد اذنك، واحد عدد من البطاطس، معلقه من المايونيز، اربع فصوص من الثوم، معلقتين من زيت الزيتون، معلقتين من زيت الزيتون، علبه من الزبادي. هنحط الزبادي وهنحط الخل والليمون، والمقادير قدام حضرتك على طول في الشاشه اهو، الوصفه كامله على الشاشه، والمايونيز والملح والكمون مع الكزبره. التوابل بتاعتي بجيبها حصى وبطحنها في البيت، هات الكمون بطحنها في البيت، احط الكمون واحط الحاجات والزيت الزيتون، ونضرب في الخلاط الاول المقادير الجافه، التوم مع بسم الله، التوم مع الزبادي مع المايونيز مع الزيت مع التوابل مع الملح، اضرب بسم الله، واتاكد ان التوم اتطحن معايا كويس. بعد كده بنزل واحد عدد من البطاطس مطحونه مسلوقه، معلش مسلوقه، انزلها، عايز معلقه، هنزلها في الخلاط. بعد كده افرم بسم الله، لسه شيل بقى يا محمد كل حاجه دي بعد اذنك، هات لي طبق طبق مش طبق البيت. ضربنا المايونيز مع الزبادي مع مع زيت الزيتون، لو ما عندناش زيت زيتون اي زيت، امسك كده بس، هنزل بالتوميه، توميه البطاطس، في التوميه السوريه بالنشا، ان شاء الله هيبقى ليها برضو حلقات تانية مع حضراتكم، لكن دي طعمها مع الكريب والحاجات الجميله. تسلم يا محمد تسلم. ونديها تشكيله حلوه عشان نختم مع حضراتكم. عملنا حاجات كتير بامكانيات بسيطه، كريب حلو وحادق من نفس العجينه بمواصفات سهله ولذيذه، وعملنا هات شويه خضار، خضار الكمون مع الكزبره اهو، وعملنا زنود الست من ورق الجلاش وادي العسل بتاعنا، لازم يكون خفيف وما يكونش تقيل. ونطلعها مع زنود الست مقرمشه بالطعم اللذيذ الجميل، الحاجه صحيه 100% طبيعيه، في الفرن شغالين وفي الزيوت برضو شغالين، عشان ما نحرمش اي حد اللي عنده اي امكانيات باقل حاجه بسيطه وسهله بنعملها. نطلع معايا واتواصلوا معانا على قناة اليوتيوب في أكلة بسيطة مصرية، عاملين كل حاجة، اللي عنده أي سؤال، اللي عنده أي أكلات يحب يعملها يتواصل معانا على طول. وادي العسل الجميل مع البيتزا مع الكريب مع التومية. هات بلانشه وسكين، بس سكينه يا محمد، سكينه بحاجات بسيطه اهو، هنخلص ان شاء الله. خلاص شيل يا محمد، خلصت الزنود، يطلع يا اسد، الله ينور. سويها، لا سويها مش مشكله، ان احنا نسويها، نشكل الطبق بتاعنا تشكيل بسيط وسهل،
عشان تطلع سفرتنا سفرة مظبوطة. وبسيطة، محدش يقول ان احنا نقدر حاجة تقف معانا. اكلة بسيطة مصرية في كل حاجة هتكون معاكم ان شاء الله باذن الله، في كل الاكلات، في كل المخبوزات، حتى في المربات. سهلة. ونشكل الطبق الثاني. ودي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب يكون عجبتكم، ويا رب يكون الحلقة بتاعتنا خفيفة على قلبكم، خفيفة على جيوبكم. انتظرونا كل يوم أربع إن شاء الله في نفس الميعاد الساعة 12 الظهر في قناة الصحة والجمال، أكلة بسيطة مصرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.